والحقيقة الألترافورمر هو عبارة عن أحدث جهاز استخدم الآن لشد الوجه. والألترافورمر أو ما يسمى الهايفو هو عبارة عن موجات صوتية عالية الكثافة والتركيز تخترق الطبقات العليا من الجلد لتصل إلى الطبقة النسيج الضام، فتؤدي إلى تخثر وانقباض النسيج. والحقيقة طبعا الجهاز بيستخدم غالبا للناس اللي عندهم ترهل بسيط إلى متوسط ولا يحتاجون أي تدخل جراحي، أو ناس يرغبون إلى تحسين شكلهم، تحسين الشكل وليس الشد بمعنى كلمة الشد الجراحي. هذه هي الأساس في استخدام الجهاز الألترافورما. الجهاز هذا الحقيقة مضاعفاته آمن ومضاعفاته نادرة ولا تتعدى احمرار في الجلد، نادرا أنها تتجاوز الاحمرار، والذي يستمر يوم أو يومين بعد الإجراء. غالبا الإنسان يخلص الإجراء وما في أي حاجة. هذا الفرق اللي خلاني أختار الجهاز هذا في عندنا في العيادة. الحقيقة الجهاز أعطى يعني سوى مفاجآت، يعني فوجئ كثير من مراجعاتنا بالذات السيدات بالنتائج. ما أقدر أحدد لك شخصية محددة، لكن شغل الجهاز والتداول يعني تناقل الأخبار بين المراجعات هو اللي خلى يعني يعطيك حماس ويعطيك رغبة في استخدام الجهاز.